واعظم جمهور في الدنيا. ابدا معاك الاخبار بسرعه كده عشان ما اطولش عليك. نبدا باحمد الكندوسي. احمد الكندوسي يرجع من الاجازه وموجود في مصر النهارده، وهيتم الاجتماع معاه بكره ان شاء الله في النادي الاهلي علشان يحددوا مصيره. مستر كولر وصل لاحمد الكندوسي ان هو مش حابب ومش مرحب بفكره البيع النهائي وانه يمشي خالص من النادي الاهلي، لكن الراجل مزنوق في مكان للمهاجم الجديد اللي هنجيله دلوقتي، فطلب منه ان هو يختار نادي داخل الدوري المصري علشان يطلع له بنية الإعارة، ويفضل برضو الراجل شايفه وممكن في أقرب فرصة ممكن في يناير يجي عرض مثلا لديانج، ولا يجي عرض تاني لبرسيتاب ولا حاجة، ويفضل مكان في القايمة واللاعب يمشي هو يرجع. فطلب منه إن هو ما يستعجلش وما ياخدش قرار بالرحيل، ويختار نادي داخل الدوري المصري ينتقل له علشان يفضل برضو تحت عين الراجل وفي أقرب وقت يرجعه. بالتالي النادي الأقرب إن ينتقل له أحمد القندوسي وهو نادي سيراميكا كليوباترا، وهيتم تكفل بنصف مرتبه والنصف التاني يدفعه النادي الأهلي، ويطلع إعارة لمدة موسم، وبعد كده يشوفوا آخر الموسم الجاي هيتم إن شاء الله اللي هيحصل، وممكن إنه يرجع تاني. وبما إننا ذكرنا مستر كولر خلينا معاه نذكر برضه الخبر بتاعه بالمرة، وهو تم وضع كل الشروط اللي هو عايزها في العقد الجديد، وتم الاتفاق على العقد وتم صياغته، ومجرد وصوله من الأجازة هيتم التوقيع على موسمين إضافيين إن شاء الله، يعني باستثناء الموسم الجاي، يعني هو الموسم الجاي وجدد معاه موسمين، يعني إن شاء الله يفضل مع النادي الأهلي 3 مواسم. ربنا يوفقه في حملة التطهير اللي هو بيعملها في النادي ده، عمال يشقلب وبتاع، بس يا عم براحتك خالص بصراحة. الراجل لحد النهاردة كل يوم بيثبت ان ده فعلا اللي يتقال عليه مدرب مشروع، فهو ان شاء الله كده مجرد ما يرجع هيمضي ويستمر مع النادي الاهلي ان شاء الله 3 مواسم قدام. كده خلصنا من احمد الكندوز ومستر كولر. نخش بقى على المهاجم الجديد. المهاجم الجديد هو لاعب افريقي بيلعب في اوروبا، ولاعب هداف وبقول لك ارقامه كويسه، هو ما تمش الافصاح عن الاسم، لكن المعلومات اللي خرجت كلها ان هو لعيب افريقي جنسيه وبيلعب في احد الدوريات الاوروبيه، وارقامه وتسجيله الاهداف نسبتها مش وحشه، وتم الاتفاق معاه على كل حاجه، فاضل بس التوقيع. مستر كولر امير توفيق بلغه بالكلام ده، راح مستر كولر برضه ما تعرفش الواد سوزا ده عامل له تربانه في دماغه ولا ايه، فقال لأمير توفيق برضه اعمل محاولة أخيرة، فهو كل طلبه محاولة أخيرة، يبعته للنادي بتاع سوزا، هل هتبيعه للراجل ولا برضه لسه عند موقفكم؟ لسه عند موقفكم، خلاص خلص مع المهاجم التاني اللي تم الاتفاق عليه وهاته، يبقى اتقفلت قصة المهاجم كده خالص. آخر حاجة معانا عشان ما أطولش عليك، وهي في خناقة لطيفة دايرة بين لعيبة النادي الأهلي، هي مش خناقة بمعنى خناقة، لكن هو كل لعيب مايل على التاني بانه يسيب له رقم. محمد شريف رقم 10، امام عاشور عايز الرقم، واحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشه، الاربع لعيبه كل واحد عايز. امام عاشور كان بعد ما استقر وتقريبا راح لرقم 22 رقم الماجيكو محمد ابو تريكه، لما لقى رقم 10 زغلل في عينيه، خدت بالك؟ قال لك اخد رقم 10 ومش عارف وبتاع، لكن قفشه برده عايز الرقم، وحسين الشحات عايز الرقم، احمد عبد القادر عايز الرقم، بس احمد عبد القادر لا، كل واحد فيهم عمال يكلم التاني ما تسيب لي الرقم ما تسيب لي الرقم ما تسيب لي الرقم. انا موافق اي حد ياخده الا احمد عبد القادر، ما تبقاش شاليلنا خدت بالك وتاخد رقم 10 كمان. انا رايي يا قفشه يا حسين الشحات، احمد عبد القادر نو، انت خليك في 9 يا ابني، انت مش تاخد 9 انت تاخد 99، ده اذا ما مشيتش جالك عرض ومشيت من النادي الاهلي. اختم معاك بالقلب المعلق السعودي وزعل كتير من الناس، هو حته ان الدوري المصري ما حدش بيتفرج عليه غير المصريين، وان الدرب الاهلي والزمالك ما بقاش بقوته ولا برونقه زي زمان، وما حدش بيتفرج عليه برده غير المصريين. انا هقول لك حاجه، انت لو الناس كتير زعلت، بس لو ليك حق انك تزعل، تزعل من اتنين، تزعل رقم واحد من نفسك، لان انت لو وصلت نفسك للمرحله دي وكل اتحاد كان بيجي يهد اللي عمله اللي قبليه ويعمل هو من الاول زي الصناعيه، تاني واحد تزعل منه وهو الاخ اللي سال السؤال ده، لان السؤال مش في محله بصراحه، يعني الاخ اللي سال السؤال ده، طب ما هو طبيعي التاني الدوري بقى السعودي بقى افضل مننا، روح شوف جوارديولا قال ايه من يومين على الدوري السعودي، بيقول لك الدوري السعودي قلب موازين الكره في العالم، احنا دلوقتي مش عارفين دوري ابطال اوروبا الناس تتفرج عليه ليه، يعني دلوقتي لما كريم بنزيما كريستيانو رونالدو ساديو ماني كانتي الحارس اللي هو بتاع السنغال ده اسمه مندي، فانت يعني مش عارف رياض محرز فيرمينيو، يعني فين المقارنه بيننا وبينهم؟ فالاخ اللي سال السؤال ده هو الغلطان، انت اللي حطيتنا في جمله مفيده مع الناس دي ليه؟ الناس دي حاطه عليها خطه وماشيه بقالها سنين ولسه، وهم من قبلها بيجيبوا بابا تيمبي جوميز وبيجيبوا لعيبه برده موسى ماريجا وكان بوبكار بتاع الكاميرون، الناس دي بقالها فتره بتجيب لعيبه كبيره، فانت ليه تحطنا في جمله مفيده مع الناس دي؟ الناس دي طبيعي ان هي بعد عننا بكتير دلوقتي في الكوره. غير كده النادي الاهلي من موسمين كان بيتفاوض مع لعيب برده اجنبي كان برده ليه سمعته في اوروبا وبتاع وحب يجيبه، قال له لا انا ما راحتش بيا الدنيا قوي كده ان اروح العب في الدوري المصري ويبقى مسيرتي انتهت على كده، لا اديني في تركيا ولا في اوروبا واديني متشاف. وحصلت مره مع مدرب، حصلت مره مع مدرب، فانت
فالفرق هنا في السرعات. هو الراجل برضو انا وجهة نظري انت ليك حق تغير على بلدك وتزعل على بلدك، انا طبعا زعلان يعني بكلمك وانا زعلان، لكن برضو الواحد يبقى فيه سنة عقل وتفكير. فهو الشاب الزملكاوي اللي سأل يا عم الحاج انت زي ما بتقارنه شيكابالا بكريستيانو، يا عم الحاج انت بتحط مين مع مين يا عم في ايه؟ يعني اخواتنا الزملكاويه والنبي خلي اسئلتكم فيها منطق وعقل شويه، مش مجرد مش فتحه صدر هي. يعني انا مش عارف يعني تقريبا زملكاوي اللي سأل السؤال، فانت يعني انت بتقارن مين بمين يا عم الحاج؟ يا عم الحاج انت خليته رمى كلمه وجعتني بقول له انت دوري من غير جمهور. خدت بالك الكلمه دي؟ يعني الراجل زي ما بقول لك انا ملتمس العذر وشايف ان هو معاه حق لان هو الدوري بتاعه بقى قوي. بس الجمله دي بقى اللي زعلتني وضايقتني منه، بقول لك ده انت دوري من غير جمهور ودوري مش عارف ايه. فهو انا من وجهه نظري سؤال ما يتسالش. فاه اذا كان لنا حق نزعل فنزعل من نفسنا مش من حد تاني. احنا من الناس بتشاور لنا على فشلنا ونيجي نزعل منهم وهم بيشاورونا على فشلنا، لا احنا نزعل عشان احنا اللي فاشلين. بس كده دي الاخبار كانت معانا النهارده، واقابلكم ان شاء الله في اخبار جديده تكون مفرحه وسعيده لجماهير النادي الاهلي كلها باذن الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.